واحنا كمان معاكم بنحلم لبكره، بس خلونا قبل ما نروح لبكره نقف عند اهم اخبار اللي حصلت النهارده. مصر النهارده شهدت اجتماع مهم راسه الرئيس مبارك، مجموعه وزاريه كبيره حضرت هذا الاجتماع بالاضافه الى محافظ القاهره. الاجتماع كان مخصص لمناقشه المشاكل المروريه الموجوده في العاصمه. والحقيقه علشان الرئيس مبارك يرأس اجتماع خاص للمجموعة الوزارية، ودي لقطات من الاجتماع زي ما انتم شايفين فيها كبار رجال الدولة ومجموعة من الوزراء بالإضافة إلى محافظ القاهرة، وطبعا رئيس الديوان الدكتور زكريا عزمي كان حاضرا. الحقيقة ده معناه أن في مشكلة حقيقية، وأن رئيس الدولة كان ممكن يكتفي بالتوجيه، كان ممكن يكلم رئيس الحكومة أو يكلم المحافظ ويقول له يعني شوفوا ايه المشاكل اللي بيعاني منها المواطنون في الشوارع وحاول تعملوا مجموعه من التدابير. بس عشان يتعمل اجتماع، وانتوا عارفين ان الخطوات يعني الرئاسيه بتبقى ممكن تكليف بالتليفون او توجيه او حتى لقاءات ثنائيه، لكن اجتماع موسع كده لكل الادارات وكل الهيئات وكل الوزارات المعنيه ومحافظ القاهره باعتباره طبعا رئيس جمهوريه المحافظه، هذا معناه ان هناك توجيه بحل هذه المشكله، لان المواطنين يختنقون والسيارات تختنق في شوارع القاهرة. ايه اللي حصل في الاجتماع وما يمكن ان يترتب على هذا الاجتماع، وايه التوجيهات والتكليفات اللي قالها الرئيس مبارك لمحافظ القاهرة وللمجموعة الوزارية، هذا ما سنعرفه من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الذي كان حاضرا لهذا الاجتماع. مساء الخير سيادة المحافظ. اهلا وسهلا. مساء النور. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. كانت شكلها ايه تكليفات الرئيس مبارك النهارده يا سياده المحافظ؟ والله هو الاجتماع يعني كان خاصا باقليم القاهره الكبرى الذي يضم خمس محافظات، القاهره والجيزه والجزء من القليوبيه وحلوان وجزء من 6 اكتوبر. تمام. والسيد الرئيس بعد ان تعافى والحمد والفضل لله وبدا يطمئن على الخدمات التي تؤدى للمواطنين. طبعا احنا لدينا في اقليم القاهرة الكبرى مشكلة مرورية، وهذه المشكلة المرورية بيقابلها عدد من المشروعات الضخمة العملاقة الكبيرة وعدد من الاستراتيجيات اللي بيجري تنفيذها. هذه المشروعات بتقوم عليها ثلاث جهات، بتقوم عليها وزارة النقل اللي بتنفذ بصفة اساسية مشروع مترو الانفاق. أي. والخط الثالث اللي بيجري تنفيذه حاليا والاستعداد للخط الرابع فورا الانتهاء من الخط الثالث، وايضا عدد من الطرق والمحاور التي تدور حول اقليم القاهره الكبرى. وزاره الاسكان باعتبار انها من خلال جهاز تعمير القاهره الكبرى بتتولى عدد من المشروعات ايضا في محاور مروريه رئيسيه حول القاهره وايضا حول العاصمة، وبتخترق بعض أجزاء من المحافظات الخمس اللي بتكون إقليم القاهرة الكبرى. كويس. احنا في محافظة القاهرة عرضنا على سيادة الرئيس المشروعات الخاصة بالنقل الجماعي، النقل الجماعي اللي هو بيتمثل في أتوبيسات النقل العام، هيئة النقل العام، وعدد من المحاور المرورية الداخلية في قلب القاهرة. لانه اذا كنا هنعتني بالمشروعات الخارجيه ويبقى القلب دون انشاء عدد من المحاور المروريه هتبقى المشكله زي ما هي وربما تبقى اكثر حده. فاحنا كان لدينا المشكله المروريه بتتلخص في انك لازم تفتح محاور مرور، لازم ترفع كفاءه الشوارع عن طريق انك انت بتمنع الانتظار الخاطئ فيها او الانتظار اللي غير مخطط، ونمرة ثلاثة انك بتعزز اسطول النقل العام، لان مدينة زي القاهرة او القاهرة الكبرى لابد ان يبقى في نقل عام فوق الارض وتحت الارض، نقل جماعي ينقل طبعا افراد عدة في وقت واحد. فوق الارض هيئة النقل العام، تحت الارض مترو الانفاق. فالمشروعات المتعددة وربما يعني من الوقت مش هيتسع ان احنا نشرحها مشروع مشروع، كان سيادة الرئيس بيطمئن على ان المشروعات اللي بتقوم بها وزاره النقل ووزاره الاسكان ومحافظه القاهره بتسير في الخط المرسوم لها، وخاصه ان احنا بدانا بالفعل اطلاق المرحله الاولى من تطوير اسطول هيئه النقل العام في يوم 29/4 اللي فات. السيد رئيس الوزراء اطلق 280 اتوبيس جداد، صحيح، تمهيد لتجديد
هيئه النقل العام. وايضا هي فعلا يا فندم تعريفه الاتوبيس الاحمر زادت؟ هو تعريفه الاتوبيس الاحمر التعريفه معناها ان انا بربط الاجر بالمسافه. دي التعريفه. فكان في 65% من هذه الخطوط كانت زي ما هي ما حصلش فيها زياده، باقي الخطوط حصل اطاله للنهايات بتاعتها، فده ترتب عليه تحريك بسيط جدا في تعريفه الخطوط اللي حصل تعديل في المسارات بتاعتها. يعني لسه في اتوبيسات بنفس السعر القديم؟ نعم لسه في اتوبيسات نقل جماعي بنفس السعر القديم. لا هو احنا بنتكلم على الوحدات التي جرى تجديدها. اما الاتوبيسات الاخرى اللي لسه ما صابهاش تجديد واللي لسه قدامها ماشي على التعريفه القديمه بتاعتها. طيب سياده المحافظ، هو السؤال اللي هيساله المراقبين هو احنا لازم نستنى لحد ما سياده الرئيس يعمل اجتماع ويرأس اجتماع ويقول للمسؤولين اتحركوا في مشكله حقيقيه وفين المشاريع وفين النتائج؟ لا مش كده ابدا. هو طبعا سياده الرئيس يعلم جيدا ان هناك مشروعات عده، مشروعات عملاقه بتتكلف مليارات من الجنيهات. في اطار المتابعه الدوريه لسياده الرئيس في كل الخدمات اللي بتقدم للمواطنين، اراد اليوم ان يطمئن على ان هذه المشروعات بتسير في الخط المرسوم لها دون عوائق، مع طبعا حث بعض المشروعات على اختصار البرنامج الزمني. هو سياده الرئيس فعلا قال سياده الرئيس قال لحضراتكم النهارده ان هو عايز تقارير تقريبا شبه يوميه عن كل ما يتم في هذه المشروعات. هو طبعا سياده الرئيس طلب التعجيل بالانتهاء من هذه المشروعات، وقال ان هو هيتابع بنفسه بصفه دوريه من غير ما يقول، يعني من غير سياده الرئيس ما يقول، بيتابع بصفه مستمره. بس لما بيقول بتبقى مختلفه يا دكتور. نعم بس لما بيقول بتبقى مختلفة. طبيعي. انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المحافظ، ونتمنى ان التكليفات والمشروعات اللي حضرتك قلتها وتوجيهات الرئيس مبارك تثمر. بس انا بقول لحضرتك وان شاء الله يعني التجربة ستثبت، النهاردة سيادة الرئيس اجتمع علشان مرور القاهرة، بكرة هتلاقوا فيه سيولة في مرور القاهرة مع ان المشروعات لسه ما خلصتش وخطوط مترو الانفاق لسه ما خلصتش ومشروعات تحسين النقل الجماعي، بس بكره هتلاقوا سيوله شويه. ولا انت مش معايا يا سياده المحافظ؟ لا هو طبعا هتمشي يعني شويه بكره يعني يمكن سيوله المرور لازم برضو عشان خاطر المواطن يقدر يصبر على المشروعات اللي بتتعمل. مفروض عندنا في الاجهزه الاعلام ان احنا نقول للناس ايه اللي بيجرى. لازم نعرف ان عندنا النهارده مشروع مترو الانفاق بيحفر تحت الارض في اكثر من 5 مواقع. مظبوط. وفي 4 مواقع اخرى بيجري فيها تحويل مرافق، دي طبعا عامله اختناقات. طبعا بيبقى عامل زي الدواء اللي الانسان لازم يتحمله من اجل ان هو بعد كده بيصح البدن وبيصح هذا. فلازم يعني احنا بنتمنى من حضراتكم ومن اجهزه الاعلام انها بتبصر المواطنين بما يجري من مشروعات عملاقه، مشروعات كبيرة جدا ربما بعضها بيجري في مصر لأول مرة، علشان برضو المواطن يتسلح بقدر من الصبر على هذا الأمر. احنا صابرين يا دكتور بس للصبر حدود زي ما بيقولوا. شكرا جزيلا يا فندم. ما يطولش بإذن الله. شكرا جزيلا.